السلام عليكم، جمعة مبارك عليكم يا شباب. أنا كنت من فترة نزلت بوست قلت الناس اللي بتسأل، وإن شاء الله أنا هجاوب في فيديوهات على فترات يعني بأمر الله. فأستأذنكم بقى النهاردة هقرب من الموبايل وهجاوبكم على الاستفسارات بتاعتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمحت يا كابتن، يوم الفري يبقى كل قد إيه؟ وآكل اللي أنا عايزه طول اليوم ولا حاجات معينة؟ حسن مجدي. بص يا أبو علي، هي الفكرة كلها مفيش حاجة اسمها يوم فري. هي الفكرة انت ليك، يعني هي لها اكتر من طريقة بتختلف على حسب جسمك واستجابتك، بس المتعارف عليه ان انت ليك وجبة او اتنين اسبوعيا، مش طول اليوم تاكل. يعني انت بتعمل الوجبة او الاتنين دول على مدار الاسبوع مرة او مرتين، وبعدها بتكمل بالنظام الغذائي بتاعك عادي جدا. لما فكرة يوم فري دي ما بتحصلش. محمود العمدة، نتمنى فيديوهات يكون فيها شرح كيفية الحصول على جسم رياضي ومتناسق من خلال تمارين رياضية. انا مش عارف اقول لك ايه، ده روح للجيم واعمل نظام غذائي والتزم بيه مش اكتر. يعني الموضوع مفيش فيه سر، يعني انت اتمرن وظبط اكلك، مش مطلوب منك اكتر من كده. خالد محمد خضير، الفرق في اللعب بين الخمس مجموعات والاربع مجموعات، وهل كل ما بزود المجموعه بيبقى كده انا بنشف العضله؟ بص، حته تنشيف او ضخامه والله يا جماعه ما لهاش علاقه بالتمرين، هي دايت. الفكره كلها في النظام الغذائي والدايت. حته بقى اربع مجاميع، ثلاث مجاميع، خمس مجاميع، دي انماط تدريبيه لازم بتنوع ما بينها، او اللي بيحددها قدرتك انت واهدافك. يعني ملهاش قاعده ثابته، مفيش حاجه اسمها انت بتلعب تلات مجاميع يبقى انت حاجه معينه، او بتلعب خمس مجاميع حاجه معينه. يعني خلي فكرك مرن شويه. انا بقالي تلات سنين عندي دهون في البنش وما بتروحش مهما اتمرنت عليها. هي الفكره كلها في الدايت، يعني الدهون دي محتاجه ان انت تعمل نظام غذائي، فالنظام الغذائي ده لما تعمله وتلتزم بيه في اطار التمرين تبدا نسبه الدهون الاجماليه في الجسم تقل، وبالتالي تبدا الدهون المتراكمه عندك بتروح. حتة بقى ما بتروح في الاول بتروح في الاخر، دي على حسب بقى طبيعة جسمك انت. يعني ممكن تفضل قاعدة معاك لغاية مثلا ايه، لما نسبة الدهون عندك تبقى 12%، ممكن تنزل لما نسبة الدهون تبقى 8%، بس كده كده هتنزل ما تقلقش، بس انت اعمل نظام غذائي. انا عندي دهون عاوز انزلها من غير ما اعمل هدم عضلي، ازاي احافظ على العضل وازود كمان الكتلة العضلية؟ بص، هو في حاجة من الاثنين، يعني مش هضحك عليك، هو يا ضخامة يا تنشيف. الضخامة بتزيد كتلة عضلية وبتزيد معاها دهون، التنشيف بتخسر دهون وبتقل معاها كتلة عضلية. هي بس الشطارة هنا ان انت بتخلي في الضخامة قدر الزايد من الدهون قليل على قدر الاستطاعة، وفي التنشيف بتخلي قدر الفخذ العضلي قليل على قدر الاستطاعة، انما كده كده بيحصل خسارة عضلية. طب انت تحجم الموضوع ازاي؟ تحجمه عن طريق ان انت ممكن تاخد جلوتامين، ممكن تخلي المعدلات بتاعت وصول الوزن بطيئة، تعالي التغذية بتاعتك، تخلي البروتين عندك عالي، ما تقطعش الكرب، ما تقللوش قوي زيادة عن اللزوم اللي هي النشويات والكلام ده كله. اما فكرة تزيد عضل وتنشف دي ما بتحصلش الا لو بتاخد هرمون، او ممكن تحصل بقى مع واحد لسه بادئ تمرين. محمد مصطفى، لو سمحت يا كوتش، عاوز انزل منطقه البطن وبالتحديد اسفل البطن بشكل سريع وفعال، خصوصا اننا داخلين على شهر رمضان والحرق هيبقى عالي جدا وفرصه للتنشيف. اكتر طريقه فعاله انك انت، انا حاسس ان انا بجاوب اجابات مكرره، بس هو اكتر طريقه فعاله هي ان انت تعمل دايت وتدخل التمرين بتاعك، تدخل بعده كارديو، او تلعب الكارديو الصبح وبعد كده تتمرن مثلا بعدها بثمان ساعات. فهو الفكره كلها برضه ارجع واقول لك الالتزام بالنظام الغذائي. انا عايز اسال بس، خدت جدول من كابتن الجيم فيه الفخذ والكتف مع بعض عادي ولا تقيل شويه؟ محمد هنداوي. بص، هو في اصلا انماط تدريبيه اسمها الفول بادي ورك اوت، اللي هو بتتمرن فيها جسمك كله بالكامل في تمرينه واحده، فحته عضله مع عضله او مش الكلام ده كله عادي، دي انماط تدريبيه. بس هي الفكره الكثافه بتاعت البرنامج التدريبي نفسه والكم بتاع المجاميع والتكرارات اللي فيه، هل متناسبه مع قدراتك انت ولا لا؟ انما فكره انك انت تلعب عضله مع عضله ثانيه دي عادي، مفيش فيها غلط يعني. محمد طارق، انا بطلت تمرين بقالي 6 اسابيع، كنت باخد كرياتين بطلته، وزني نزل من 90 ب 17% دهون ل 86 وما عملتش نسبه الدهون، هل ممكن اخس كميه العضلات دي في 6 اسابيع؟ ما في حاجه، الكرياتين ممكن يكون حبس معاك ميه على حسب بقى الاكل اللي انت بتاكله يعني، فاللي نزلته ده غالبا ميه، ما تقلقش يعني. تخس وبعدين ايه؟ خسيت قد ايه؟ خس طبعا عادي جدا في 6 اسابيع، شهر ونص، شهر ونص موقف يعني، انت فاهم قصدي؟ طبعا 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 عادي يعني، ده بني ادم تاني تقع خالص، بس عادي ما تقلقش، اول ما هترجع التمرين ممكن خلال فتره شهر ونص مثلا بالكثير او شهرين ترجع لنفس الشكل بتاعك وتبدا تعديه. محمد الطيب، في ريجيم بيخسس 7 كيلو في الاسبوع ماشي عليه، في مشكله لو عملت الريجيم وبعدين ابتديت حديد بعد اسبوع ريجيم؟ وقف يا محمد الدايت اللي انت عامله ده، لان انت كده بتعرض جسمك ان هيحصل معاه على ترهلات. ما تفرحش برقم الميزان، انت كده بتودي جسمك لضعف عام وبتدمر معدلات الايض بتاعتك. فانا رايي ابدا من دلوقتي جيم وكل، يعني هي الفكره علشان تخس انت محتاج تاكل صح مش تبطل اكل.
بص محمد جيمي، ضعف في عضلات الصدر عن باقي عضلات، اجابه غير ان اتمرنه مرتين في الاسبوع عشان بعمل كده ومفيش فايده. هي جينات، يعني هو جينات، يعني في واحد بيبقى عندك عضله متميزه وعضله ضعيفه، فهو الحل الى جانب ان انت تلعبها مرتين، ممكن على فكره تلعبها ثلاثه، بس تقلل طبعا في الكم التدريبي بتاع المرات اللي انت هتلعبها. ممكن تنوع في التمارين نفسها، تنوع في المسكات، تنوع في الاداء الحركي بتاعك بطيء او سريع، تنوع في الاوزان، يعني في حيل كتير جدا 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 تتعمل قبل ما تقول ان انت حاولت كل حاجه والموضوع ما ظبطش معاك. ربنا ييسر لك الحال. تايجر يو دبليو كي، مش عارف ده. المهم الفرق ما بين الفيتنس موديل والفيزيك والمسل موديل، وازاي في البطولات الطبيعي الكبيره الناس الاوائل التحليل عندها مش بيطلع فيه اثر للهرمون، مع ان الحقيقه هم بيضربوا هرمون. هي الفكره في التسويق، يعني هو الاتحاد عايزك فخلاص بيعدلك النتيجه بتاعتك عادي. اما الفرق ما بين الفيتنس والكاتيجوري الثاني والكلام ده كله هي الاحجام بس، مش اكتر ولا اقل. كل فئه من اللي انت اتكلمت عنها دي بيبقى حجم الرياضي فيها اقل من الثاني. هو انا عايز انشف، ابعد نهائي عن الملح والسكر والزيت. انت ممكن السكر تبعد عنه، انما الملح لو قللته بيعمل مشاكل جدا، انت لو منعته بيعمل مشاكل جدا، ممكن توصلك ان هي تعمل لا قدر الله مشكله في القلب. فالملح احنا بنقلله انما ما بنقطعوش. الدهون طبعا ما بنمنعهاش، بنستخدم الدهون النافعه، انما ما ينفعش تقطع الدهون، لان في اصلا انواع فيتامينات ما بيتمش امتصاصها غير في اطار الدهون اصلا الايه النافعه وهي موجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. والكربوهيدرات بتقللها، بتقللها بقى وتزودها على حسب بقى الطبيعه بتاعت جسمك، وزنك واحتياجك من التغذيه. جناب الرجل كيفيه تصفيتها مش جناب البطن. مش عارف يعني ممكن انت مثلا في اطار النظام الغذائي والكلام ده كله ومع التمرين الحديد بتاعك ركز في العجله، العجله هتنحفها لك. العبها مثلا 4 أو 5 مرات اسبوعيا، المره مثلا من 20 ل 30 دقيقه. ما جدول تمارين الكتف التي تتبعه وما العدد الاقصى للتمارين التي تنصح بها؟ ام او يو اي دي ده اسمه. طيب هو الجدول الكتف اللي انا بلعبه، انا بلعب تمارين اللي بيتقال عليها خطر، بلعب بار خلفي الاول، وبعد كده بلعب بار امامي بس بضيق المسكه، بعد كده بلعب دمبلز دفع جانبي، وبعد كده بلعب رفرفه، وبلعب الامامي، واحيانا بلعب اللي هو الارنولد، وبقوم بقى جاي على البيج ديك بقوم عكسه ولاعب عليه تمارين كتف خلفي، وبقوم لاعب بقى اللي هي الايه الشراج والكلام ده الترابيس، يعني الامامي والخلفي وبس. اما بقى بالنسبه لايه العدد الاقصى للتمارين اللي انصح بيها، خليك للعضله الكبيره من 4 ل 6 تمارين، والعضلات الصغيره من 3 ل 5 كويس قوي. والتكرارات مثلا من يعني من 8 ل 12، او لو عايز تكرارات عاليه العب 20. ايه افضل حرق دهون استخدمته ازاي؟ مع العلم ان لسه اول مره في حرق الدهون. هو في انواع كتير كويسه، بس انا مش بحب اوجه الناس لحرق الدهون لسبب ان بتعمل مشاكل لو حد عنده مشكله في القلب او الضغط او الكلام ده كله. شكرا. ايه الفرق بين العدات الكتير عن العدات القليله؟ والله يا جماعه انماط تدريبيه، مفيش فرق، يعني كل نمط بيخاطب مجموعه معينه من الالياف العضليه. البطن يا كوتش اكتر حاجه ممكن تنزلها ايه؟ الدايت. البطن تنزل في المطبخ. عايز ازيد عضله صافيه من غير ما بطني تزيد. اتحكم في التغذيه بتاعتك والكارديو ما تقطعوش، والعب بطن باستمرار. بس التغذيه بتاعتك حاول تبقى نظيفه على قد ما تقدر. الجواز والفورمه يا كوتش عمرو فايز. بص هي الموضوع كله مش اكتر من انك تنظم وقتك، يعني فاهمني؟ هي الناس معتقده ان انا متفرغ للعبه او ان انا مش عندي حاجه بعملها في يومي. حاجه الناس ما تعرفهاش عني، انا والدي تاجر، احنا عندنا محلات عطاره ويميش وحاجات زي كده، وانا متزوج وعندي ولدين. انا بقف مع والدي في المحل ده، الناس اللي من المنصوره عارفه وبتشوفني باستمرار، ببقى متواجد تقريبا اغلب اليوم. فهي الفكره كلها ان انا بروح في الوقت اللي ممكن بدل ما اقعد فيه مع واحد صاحبي على القهوه، او بروح في الوقت اللي ممكن مثلا بدل ما اقعد فيه قدام ماتش او قدام مسلسل. فهي الفكره انت على اساس اختياراتك دي بتحدد انت ايه التضحيات اللي بتاخدها وايه الهدف اللي انت عايز توصله. بس صدقني اللي عايز حاجه بيعملها، هيتصرف، هيلاقي طريقه. وهو الموضوع بسيط، هي ساعه في اليوم، يعني مش قصه، سهل انك انت تقدر توفرها. اما بالنسبه بقى لتنظيم الاكل والكلام ده كله، انا باخد الاكل معايا بتاعي في علب وانا في الشغل، وباكل مثلا الوجبه بتاعتي ما بتاخدش مني 5 دقائق. قطع فراخ مثلا على الجريل، مثلا ممكن تبقى زبادي، حاجات اللي هي فعلا ما بتاخدش 5 دقائق اكل بس. ولو انا مش عارف اظبط اكلي في يوم، انا ببقى ماسك اللي داخل بقي، يعني ما بدخلش بقي اكل ضايع، اكل فيه مشكله او اكل فيه دهون او كده، فاهم قصدي؟ بس دي طريقه اللي انا بعملها ان انا اعمل فورمه وفي نفس الوقت متجوز بشتغل، يعني تنظيم الوقت. عايز مدرب يجهزني لبطوله مصر المهنيه القادمه في دبي. عندك الكابتن احمد كمال في القاهره بتاع ليو جيم، ده محترم يعني، كل اللعيبه اللي بتتمرن معاه
بتحقق يعني مراكز وكده. العروق اللي تحت البطن دي بتطلع ازاي؟ هي موجوده يعني، انا بس لما الدهون بتقل بتظهر، انت فاهمني، مع التمرين والكلام ده كله طبعا بتتضخم نتيجه لتضخ الدم فيها وكده. معرفش ليه دعيت لك تتعلم كيك بوكسنج دلوقتي عمير سليمان، ربنا يجعله من نصيبك. وانا بص انا كنت بلعب ملاكمه يعني فاهمني، كنت دخلت بطوله الجامعه وبتاع وحاجات زي كده، فعندي فكره يعني. بس طبعا دعوه جميله يعني، يا ريت. كرم هشام، عاوز طريقه اظبط بيها جسمي، برضو اجابه مكرره، روح جيم وظبط اكلك. الليفيدرين ايه رايك فيه؟ ده جدول يعني، يعتبر زي المخدرات كده انت فاهمني، وخطر جدا طبعا، فابعد عنه يعني. عايز اسالك عن محفزات التست، هل فعلا هي بص انا رايي في محمد توفيق، رايي في المحفزات ان هي بتبقى يعني ايه اغلبها يعني شويه عشان بتخليك تنام كويس، علشان الهرمونات دي يتم افرازها في جو انسب يعني، فكويسه مفيش مشكله. التنشيف يعتمد على الاكل ولا الكارديو ولا الاثنين؟ عمده حسين، ادينا برنامج يمشي مع الشغل في الصيف ورمضان وكده. انا لسه منزل بروجرام على الصفحه بتاع تنشيف كامل بالدايت بكل حاجه، والتنشيف بيعتمد على الاكل والكارديو على فكره يعني، الاكل والكارديو والتمرينه بتاعتك. خد حيدر ريما، خد بالك ما تفرحش، انت لسه فيك عيوب، انا ماليش دعوه انت اللي قلتها اليوم. انا مش فاهم بس طبعا كلنا عيوب يعني، ما فيش حد فينا كامل يعني. انا عندي 15 سنه وعايز بودر لجسمي يا عم. كل بودر ايه بس؟ احمد علاء رمضان، الدايت ثم الدايت ثم الدايت عشان اخلي نسبه الدهون 6 او 5% مطلوب ايه؟ خالد ابو كاين، مطلوب تلتزم بيه يعني، يكون مطلوب ايه يعني، تمشي عليه بس تنفذ مع الكارديو والتمرين. عايز احرق دهون بس مش عارف ازاي، اجابه مكرره لسه قلتها يعني، التمرين والالتزام بالاكل وكده يعني. ده اللي لحقت ارد عليه النهارده ان شاء الله، واوعدكم ان شاء الله نرد في فيديوهات تانية يعني بامر الله. ربنا ييسر لكم الحال جميعا، وجمعه سعيده عليكم. السلام عليكم.